صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم هذا اليوم الثلاثاء من كل أسبوع كعادتنا، يعني بنطل عليكم من خلال الفيسبوك التواصل الاجتماعي ومن خلال شاشتنا الصغيرة نورسات. فبنصبح على كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا على المباشر وأيضا اللي بيتابعونا على الشاشة الصغيرة. بنصبح عليكم، نتمنى لكم نهار مبارك، بنصبح عليكم وبنتمنى انه حلقاتنا ومواضيعنا انها تكونوا عم تستفيدوا منها. صحيح انه الاسبوع الماضي وعدناكم في حلقة عن موضوع المحاكم الكنسية والرسوم المفروضة على المحاكم الكنسية، او مش المفروضة او اللي تم دراستها من قبل مجلس رؤساء الكنائس لمناقشتها. كان المفروض اليوم نطلع كمان في حلقة أخرى لكن أجلناها للأسبوع القادم أو اللي بعده، سنعلن عنها لاحقا بعد استكمال الصورة المتكاملة مع القوانين الجديدة مع الدراسات اللي راح يقوموا فيها اللجان المتخصصة في هذا المجال. فزي ما بقولوا انطرونا وشوي شوي علينا على قولة اللبنانية. فهذا بالنسبة لموضوع المحاكم الكنسية. واخترنا موضوع تاني وهو أيضا كمان مطروح في كنائسنا وكنائسنا الكاثوليكية كمان، رسالة قداسة البابا بموضوع الشراكة مع الله، وهو تحضير السينودوس 2023. ومعنا في الاستوديو، بدناش نطول عليه، نتصبحوا معنا وتصبحوا عليه الأرشمندريت أبونا بسام شحاتيت، وهو النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان. فمنقول لك صباحك نور أبونا. صباح النور دكتورة باسمة، وصباح النور والبركة والخير لجميع مستمعينا في الأردن وفي البلاد العربية والعالم، وإن شاء الله يكون صباح مبارك ويوم مبارك للجميع. إن شاء الله يا أبونا بوجود أبائنا وصلواتكم معنا دائما، نحن مستمرين نورسات لما نطلع معكم. هلأ حتى كمان أبونا عم بيحكي لي، بقول لي أنه كل أسبوع بتحضروا مادة وكل أسبوع بتختاروا موضوع، كل أسبوع بتدرسوا هذا الموضوع. نطلع نحكيش هيك على الهوى من دون ما نكون محضرين. وأيضا كمان بوجودكم ومع نصائحكم بكلامكم بإرشاداتكم بثقافتكم وخبرتكم في العمل الرعوي والعمل الكنسي. طبعا انت أبونا ماخذ الدكتوراه كمان في القانون كمان الكنسي، فموضوع المحاكم والكنائس كمان رح نستضيفك، مش رح تغيب عنا بموضوع المحاكم، فاحنا رح نستضيفك بعد ما تتكمل الصورة كمان. وأيضا كمان طلعت بكتاب جديد، المسيحيون والمواطنة في البلاد العربية. هذا الكتاب أصدره أبونا بسام شحاتيت، لسه ما عمله إطلاق رسمي لكن تم طباعة الكتاب بعد جهد 3 سنين مثل ما خبرتني، تقريبا 13 سنة. 13 سنة يعني تحضير، يعني مجهود كبير يعني تشكر عليه المسيحيون والمواطنة في البلاد العربية بين الحقوق والواجبات، الأردن أنموذجا. يعني بدنا نقول لك تحكي شوي عن هذا الكتاب بكلمتين، لكن في البداية أبونا نعطي البركة، نصلي صلاة الصباح عشان مستمعينا الموجودين على المباشر كمان نعطيهم صباحكم نور ببركة ربنا. تفضل أبونا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في هذا الصباح المبارك نصلي ونطلب من الرب أن يفتح أذهاننا ويفتح قلوبنا لنسمع كلمة الله، لنصغي لكلمة الله ونتأمل بها ونشاركها مع بعضنا البعض. يا رب بارك جميع المستمعين، أعطي روحك القدوس لجميع المستمعين، أعطي الشفاء للمرضى وأعطي المساعدة للمحتاجين. آمين. آمين أبونا آمين. منرجع من صب على كل الأشخاص الموجودين على المباشر ومنخص بالذكر الأشخاص اللي بيكتبوا التعليقات. نزار خالد حجازين وماجد النمري
ونادية تماس وفريال خوري، صباحكم نور، ديمتري سمعان، وأيضا أمال سلمان، سناء الربضي، وإيفون حتر إنفادي، صباحكم نور وخير وبركة، هلا فشحو خوري، وأليزا منصور، توما التومة، أميرة سعادة، وأيضا ماجدة البير، وصوفيا، وبوغارا، فارس حجازين، ونهيل الصفدي خوري، رولا خرمة، وسلمى دبور، وصوفيا دمرجيان، وهيلين كارمي، ورولا خرمان، وسامي الإماريا، وسميرة إسحاق. كنه عم انا بصبح عليهم وعم بيطلعوا كمان. ذكرت انه اللي صبحوا علينا ببعثوا تعليقات، لكن على المباشر في يعني كثر هن. ممكن ردنا. سامر قنصل، وايضا مارلين الحدوه من الاراضي المقدسه من بيت لحم، ام عادل النمري صباحك نور، ونهيل الصفدي خوري، ونجيب عوا، وجابي جبور، وايضا كميل شعبان، وسلمى دبور. برجع للبطرس، وابونا بطرس جنحو صباحك نور يا ابونا، وعلي عبد الحسين، و بصبح علينا ابونا بطرس، و مناهي قاقيش. فصباحكم نور جميعا، وان شاء الله برجع بعدين اذا في عندكم اي اسئله من خلال البرنامج. ايضا في عندكم التليفون موجود على شاشتنا، وايضا كمان في ممكن تكتبوا اسئلتكم بالتعليقات، وانا بدخلها كمان خلال الحلقه. طبعا نشاطاتنا خلال هذا الأسبوع كانت نشاطات رائعة، بلش شوي شوي الانفتاح على التجمعات، يعني الله يسترنا. فبضلني أقول الله يستر، لأنه بصراحة يعني وجودنا بالتجمعات، هذيك اليوم بواحد من الإفطارات للكشاف وهيك لاحظت شوي يعني فش يعني وضع الكمامة والالتزام فيها بشكل صحيح، لكن بدنا ننتبه. مظبوط انه بيطلب اشي اساسي انه المطعوم، لكن نحن بنحكي انه المطعوم بخفف الاعراض ولكن ما بخفف الاصابة او ما بمنعك عن الاصابة، فبدنا ندير بالنا على حالنا خاصة ونحن جايين على موسم الشتاء. فهذه نصيحتنا كمان، خاصة هلا مع الانفتاح، مع وجود الافطارات، مع وجود النشاطات الرعوية الكنسية، رجعنا نحط الكمامة بالكنيسة، لنا فترة مبتعدين شوي، بس رجعوا هلا الخوارنة والكهنة رجاء الالتزام بالكمامات تنخفف الإصابات. الحمد لله وضعنا بالأردن بخير، وإن شاء الله بنضلنا بخير بإرشادات وقوانين و تعليمات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة والحكومة، حكومتنا الرائعة. فربنا يحمي الجميع، وجميع المرضى يشفيهم، ويحمي كل أولادنا بالمدارس، لأنه نسبة الإصابات بالمدارس عم تعلى شوي، لكن مثل ما خبرونا وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة كمان إنه لا زال التعليم وجاهي، لكن هلا بعتقد انه بلشوا هلا يفكروا بالتطعيم الاجباري لكل الاطفال من عمر 12 لعمر 18 سنه في المدارس، يصير اجباري، واللي ما بده يطعم بصير يدرس اونلاين. فيعني هذا كمان حاله. ان شاء الله ان شاء الله السنه هاي اللي بتمر علينا، السنه الجاي احتمال نضلنا بهذا الحاله او الوضع ل 2000، واعتقد لنهايه 2022 ممكن نضلنا بهذا الوضع. ربنا يرحمنا وكل العالم والبشريه تطعم، هذا من ضد فيروس كورونا، الله يحمي الجميع. ابونا هلا بالنسبه لموضوعنا اليوم، طلبت منك تحكي شوي عن هذا الكتاب، وبعدين بدنا نحكي في موضوعنا الشراكه مع الله، وبعدين شباب يحضروا اتصالات. الكتاب هو اجت فكرته من حاجة الناس في الأردن والبلاد العربية لتطوير قوانين الأحوال الشخصية، نعم، وأيضا فهم الحقوق والواجبات. نعم. وكل ما الإنسان بيفهم حقوقه وواجباته، كل ما بيعيش في بلده مرتاح،
وإضاءة على الأشياء الإيجابية، وإضاءة على الأمور اللي إحنا بحاجة لتطويرها. ونشكر الله، يعني الكتاب تقريبا من سنة 2008 بلشت كرسالة دكتوراه، و2013 خلصت كرسالة دكتوراه، و2017 نشرت باللغة الإيطالية، وهلا صدرت باللغة العربية. نعم هل خلال هاي الفترة لاحظت إنه في تطور في القوانين وفي تحديث، والآن لسه التحديث بتم؟ فهالكتاب أنا بشجع الجميع إنه يقرأ أو يحصل عليه، لأنه بيساعدنا كمسيحيين وخصوصا في البلاد العربية إنه نفهم أكثر حقوقنا وواجباتنا. وقليل اللي يعني تقريبا بالمكتبة العربية وحتى بالمكاتب الأجنبية ما يعني مذكور عن حقوق المسيحيين داخل الكنيسة، ولكن حقوق المسيحيين في البلاد العربية نعم تقريبا من يعني الرواد اللي انكتب في هذا الموضوع. وانا لانه بده يعني الحديث عن هذا الموضوع بده يعني وقت أكيد، لا اطول، طبعا بس أكيد انه يا شكرا غنى لك. يعني تقريبا اول مره بحكي يعني عن بنطلع في الموضوع، الكتاب. لانه لسه بده يتم الى أبونا اشاره. وين موجود الكتاب للي بده مثلا يشتريه؟ في مطرانيه الروم الكاثوليك موجود، بعمان موجود؟ وفي مكتبة ويليام، وفي كمان هبة الريحاني بالفحيص، وكمان شوي بدنا ننزله على أمازون كمان يعني. إن شاء الله. يعني من الفصل الأول حقوق واجبات الشخص البشري بحسب المجمع الفاتيكان الثاني، حقوق المسيحيين واجبات المسيحيين في القانون الكنسيين الشرقي والغربي، وأيضا تاريخ المسيحية في الأردن والحوار مع المسلمين، الوضع القانوني من حيث الحقوق والواجبات للطوائف في الأردن، حقوق المسيحيين واجباتهم في الدول العربية. بعتقد أبونا أنه كمان هو أكاديمي، يعني يدرس هذا لطلاب الحقوق وطلاب اللي بيدرسوا القانون الكنسي مثلا، أو ممكن يدرس في بعض الجامعات اللي بتعطي هذا التخصص، نعم فعلا. فبيستفيدوا منه. على كل يعني اللي عنده يعني متخصصين في القانون الأحوال الشخصية والأحوال الكنسية، حقوق الواجبات الشخص المسيحي المؤمن المسيحي، اللي بحب يقرأ يعني موجود هذا الكتاب في المطرانية الروم الكاثوليك، وبنعلن إن شاء الله لاحقا عن أماكن توزيع هذا الكتاب. يعطيك العافية أبونا، شكرا يعني شكرا. أنا ما قرأته، شكرا على الكتاب، بس إن شاء الله يعني بحاول أخذ منه أفكار. أبونا بالنسبة لموضوعنا اليوم الشراكة مع الله، وهي رسالة قداسة البابا فرانسيس للتحضير كمان لسينودس 2023، لما بنحكي شراكة مع الله يعني ما معنى شراكة مع الله؟ هلا بالبداية بننطلق من الوثيقة التحضيرية للسينودوس 2023، نعم بيركزوا على 3 كلمات: الشركة والمشاركة والرسالة. نعم هالسينودوس اللي بدنا نفكر فيه ونمشي فيه، هال3 كلمات بتقودنا وأيضا بتقود كل مؤمن. نعم لما بنحكي أنا اليوم بشكل خاص رح أركز على الشركة مع الله، وخصوصا من إنجيل يوحنا. هلا الشركة مع الله والشركة بين المؤمنين بتقود كمان إلى الشراكة، وأيضا بتقود بعدين على الرسالة نعم ككنيسة وكمسيحيين رسالتنا. نعم فإذا بنحكي الشركة، لعشان يصير في شركة أنا بنطلق من إنجيل يوحنا. نعم وفي إنجيل يوحنا بالفصل الأول الآية الأولى بيحكي لنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، وكان الكلمة الله. الكلمة كان لدى الله، هاي الجملة الكلمة لدى الله بتدل كان عند الله. فلدى الله في شركة مع الله، من هالمنطلق احنا بنحكي يسوع المسيح كان في شركة مع الله، وهالشركة هاي بعدين كمان تحولت لشركة مع البشر. فمن هالشركة هاي في إنجيل يوحنا، إذا بنتعمق فيه وبده وقت كمان إنه نتعمق في هالكلمة الشركة اللي هي باليونانية بروس، يعني هالشركة هي تواصل. لما في إنجيل يوحنا بيحكي كان المسيح ينظر إلى الله والله كان ينظر إليه، هالنظر بين الشخصين بيؤدي للتفاهم وللتواصل. حلو فمن هنا التواصل بيننا وبين الله
كمان على مثال يسوع المسيح بتعطينا شركة عميقة، وبيحكي لنا كمان في الآية 16: ومن امتلائه نحن أخذنا ونعمة فوق نعمة. حلو حلو يعني شباب، قلتوا لي في اتصال، بدناش نطول على المتصل. مين معي؟ هلا، صباحك نور يا ابونا. صباح الانوار، كيف حالك؟ الحمد لله على السلامه. كيف صحتك اليوم؟ شكرا لك وشكرا. كانوا يسالوا عنك الاصدقاء والمتابعين المشاهدين، وين ابونا فرح؟ شرفنا نرجع رسالتنا وبنصبي على ابونا الغالي العزيز. صباح الورد، اهلين ابونا، له محبه واحترام خاص في قلبي. شكرا شكرا كمان لك، محبه كبيره. شكرا يا ابونا. سلامات يا ابونا. شكرا. سلامات ابونا. اليوم حلقتنا عن موضوع الشراكه مع الله، فماذا في جعبه الاب فرح حجازين في هذا الموضوع، وانت في جعبتك الكثير يعني تتكلم شكراً. عنه. شكرا. تفضل ابونا. ما في شك على ان الوثيقه التحضيريه للسينودس مثل ما ذكر ابونا، نعم، في ثلاث كلمات: شركه، مشاركه، ورساله. نعم. وطبعا الكل للتذكير فقط، كلمه سينودس تعني السير معا. نعم. السير معا لكن للجميع، سواء كان المؤمنين والكنيسه مع بعض في خدمه رساله الكنيسه. ورساله الكنيسه هدفها الرئيسي هو تقديس المؤمنين. نعم. وهذا الهدف نستطيع تحقيقه من خلال نقطتين: النقطة الأولى وهي أهمية معرفة يسوع، وثانيا أن تقودنا هذه المعرفة ليسوع إلى لقاء يسوع. نعم. اللقاء الذي يغير ويبدل في جوهر حياتنا. نعم. إذن حديثنا اليوم في نقطتين: النقطة الأولى أهمية معرفة يسوع، ثانيا هذه المعرفة يجب أن تقودنا إلى اللقاء الحقيقي مع يسوع. أولا أهمية معرفة يسوع. كان يسوع يوما عائدا من اليهودية إلى الجليل، مر بالسامرة، فوصل إلى الأرض التي فيها بئر يعقوب بالقرب من مدينة سوكار، وكان قد تعب من المسير، فجلس على حافة البئر. كانت الساعة تقارب الظهر، فمضى التلاميذ للمدينة ليشتروا طعاما، وإذا بامرأة سامرية تأتي لتستقي، فقال لها يسوع: اسقيني. قالت: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تسألني أن أسقيك؟ قال: لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني، لكنت أنت تسألينه فيعطيك ماء حيا. وفي ظرف آخر سأل يسوع تلاميذه: من أنا؟ ابن الإنسان في قول الناس. قالوا: إما يوحنا المعمدان، وإما إيليا، وإما إرميا، أو أحد الأنبياء. قال: وأنتم من تقولون أني أنا؟ بعد ذلك خاطب يسوع رسله قائلا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ولا أحد يأتي للآب إلا بي. قال فيلبس: يا رب، أرنا الآب وحسبنا. قال يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟ من رآني رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ نرى في هذه النقاط: أولا، يسوع يتمنى لو أننا نعرف من هو. يسوع يسأل المسيح، يسألنا إذا كنا نعرف من هو. يتحسر المسيح لأننا لا نعرف من هو. أهمية معرفة المسيح تتضح من قوله للسامرية: لو كنت تعرفين من يكلمك لكنت تسألينه فيعطيك ماء حيا. أي من الأهمية بمكان أن تعرف من أنا، ومن الخطورة بمكان أن لا تعرفه. لماذا لمعرفته من الأهمية ما للماء بالنسبة للعطشان؟ لماذا محبته تتقدم على محبة الأب والأم والولد؟ من أحب أباه وأمه أو ابنه أو ابنته أكثر من أن يحبني فليس أهلا لي. إذا كان فقط إنسانا فله من الاحترام ما لغيره من الحكماء. إذا كان فقط إلها فهو بعيد ومنزوي وراء الغيوم، فما لنا وله. لكنه إنسان يخفق في صدره قلب إله، وإله يخفق في صدره قلب إنسان. من هنا تأتي أهمية معرفته، وخصوصا أن هويتنا ومصيرنا متعلق بهذه المعرفة والمحبة. من الضروري أن يعرف المؤمن الكثير عن المسيح، ولكن الأهم من ذلك أن نعرف المسيح. من يريد أن يعرف المسيح ليس كمن يريد أن يعرف التاريخ أو الجغرافيا،
بمعرفة المسيح مثال آخر هو معرفة الجوع أو العطش أو البرد أو الخوف أو الحب، أي المعرفة الكيانية الاختبارية. أراد أمين الريحاني أن يكتب في الجوع فصام لكي يشعر بالجوع قبل أن يكتب عن الجوع. والمسيح معرفة له التاريخية والجغرافية هي شيء تتركني عنه غريبا، ومعرفة له الاختبارية شيء آخر تشعرني بأنه قريب مني وبأني قريب منه. يقول القديس بطرس: أيها الأحباء، ازدادوا معرفة بربنا ومخلصنا يسوع المسيح. والقديس بولس يقول أيضا: إن أعد كل شيء خسرانا إذا هذا الربح الفائق، معرفة المسيح يسوع ربي الذي لأجله خسرت كل شيء، لأني حكمت بأن لا أعرف شيئا فيما بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. هذا ما يتمناه المسيح لنا، كما قال للسامرية: لو كنت تعرفين من هو الذي يقول لك اسقينا. جوهر الحياة الأبدية هي في معرفة الله ومعرفة المسيح. الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد والذي أرسلته يسوع المسيح. لكن هذه المعرفة النظرية لا تكفي، هذه المعرفة التي تخلو من المحبة لا تكفي. الفرنسيين العلماء في الشريعة ومعرفتهم لم تقدمهم إلى معرفة يسوع فعرفه البسطاء. الفرنسيون الأبرار في مثل الفرنسي والعشار لم تقدمهم براءتهم إلى معرفة المسيح فعرفه الخطأ. الكاهن اليهودي لم يتعرف على يسوع في شخص الجريح بينما عرفه السامري الرحيم. ثانيا، هذه المعرفة يجب أن تقودنا إلى اللقاء بالسيد المسيح على مثال لقاء السيد المسيح بالتلاميذ وزكى العشار ومريم المجدلية والقديس بولس ولص اليمين. نستنتج من هذه اللقاءات ما يلي: هذا اللقاء يدخل تغييرا في حياة الشخص، فيتخلى عن أمواله، يتخلى عن أهله، يتخلى عن أغلى الناس عليه، يتخلى عن وطنه، يتخلى عن حياته من أجل المسيح. إبراهيم ترك أهله ووطنه، والرسل تركوا أهلهم وشباكهم، زكى ترك أمواله، المجدلية تركت حياتها السابقة. ونحن إذا كنا قد التقينا بشخص المسيح ماذا تركنا في سبيله؟ ألا نزال متعلقين بالأهل والمال والذات والأقارب؟ في سبيل من التقى بالمسيح يتألم مع المسيح. محبة المسيح تأخذ بمجاميع قلوبنا، فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ يقول القديس بولس: الشدة أم الضيق، أم الاضطهاد، أم الجوع، أم العري، أم الخطر، أم السيف؟ إني لواثق أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رئاسات ولا حاضر ولا مستقبل، لا علو ولا عمر ولا خلقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح. اللقاء بالمسيح يدعوني إلى أن أعمل بإرادة المسيح، لا مشيئتي بل مشيئتك. فهل دوما إرادة المسيح هي التي أقوم بها؟ لتكن مشيئتك، هذا ما نصليه في صلاة أبانا: من كان من الله سمع كلام الله. اللقاء بالمسيح يدعون إلى التضحية في سبيل المسيح. ما كان ربحا قد عددته خسرانا إذا هذا الربح الفائق، معرفة يسوع المسيح ربي الذي من أجله خسرت كل شيء، وفي كل شيء لا أرى سوى أقدار حتى أربح المسيح. اللقاء بالمسيح يدعون إلى مشاركته في الآلام. من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه وليحمل صليبه ويتبعني، وإلا فهو لا يستحقني. يقول القديس بولس: يسر الآن ما أعاني، فأتم في جسدي ما نقص من شدائد المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة. اللقاء بالمسيح عندما أخذه قدوة لي في مجال الخدمة. من ادعى أنه ثابت فيه عليه أن يسير مثل سيرته. كانت سيرته خدمة. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. غسل أرجل التلاميذ وقال بعد ذلك: إذا كنت أنا الرب والمعلم قد غسلت أرجلكم، وجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض، فإني أعطيكم قدوة لتصنعوا أنتم أيضا كما صنعت أنا بكم.
فمن أراد أن يكون فيكم كبيرا يكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول يكن لكم عبدا. اللقاء بالمسيح، يدعونا إلى خدمة المسيح وخصوصا في أعضائه الفقراء والمساكين. تعالوا أيها المباركون رسل الملكوت لأن يكون تجاه أنصاف عن تمولي إلى آخره. فمن خدم المسيح على هذا النحو كان مرضيا لدى الله ومحمودا لدى الناس. أكون قد التقيت بالشخص المسيح عندما معرفته تغير وتبدل، ليس فقط في أعمالي وتصرفاتي الخارجية، بل أيضا عندما يتحكم حتى في مشاعري وعواطفي، عندما أشعر عند محبتي له بالرضا وعند عدم محبته بعدم الرضا، عندما يكون هو المرجع الأول والأخير في علاقتي مع ذاتي ومع الله ومع القريب، فهل هو كذلك؟ من التقى بالسيد المسيح عاش الفرح، سأراكم من جديد فتفرح قلوبكم، وفرحكم هذا لا يقدر أحد أن ينتزعه منكم. إن كنتم تحبوني فرحتم بذهابي إلى الآب. من التقى السيد المسيح يفرح في الجوع والعطش وفي الاضطهاد، لأن أجرنا في السماء عظيم. افرحوا بالرب على الدوام، وأقول أيضا افرحوا. وأخيرا، من التقى الله لا يعرف الخوف. ما بالكم خائفين يا قليلي إيمان؟ عتاب يسوع لتلاميذه، وعد يسوع معنا: لا تخف أيها القطيع الصغير، أنا معكم طوال الأيام، لا تضطرب قلوبكم ولا تنزع، إنه بدل ابنه الوحيد من أجلنا، إن الابن بدل نفسه من أجلنا، لو تخلت الأم المرضع عن مرضعها لا أتخلى عنك. يا يسوع المسيح المنتصر، لك ولنا على قيود الموت، ابقى معنا واجعلنا نقتسم مع الجمهور مع الجميع إيماننا بك وفرحنا بقيامتك، واجعل من يبشرون بالكلمة يبشرون هم أولا بها. آمين. وشكرا لكم. شكرا لك يا أبونا وصباحك نور. شكرا شكرا. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا. هلا هلا. أهلا. هلا فيك. هلا. يعني أبونا أعطى الصورة الإيمانية لموضوع معرفة ربنا والالتقاء به ومشاركة ربنا في أعماله. فجميل ما تكلم فيه أبونا فرح، يعني أعطانا إياه من هاي الزاوية. لكن تتحدثنا أبونا أنت عن الزاوية الأخرى اللي ذكرتها في بداية الحديث، تفضل. هلا الشركة مع الله، نعم. حكينا بحسب إنجيل يوحنا، هناك علاقة بين الرب يسوع المسيح، نعم. والآب. هاي الشركة فيها تواصل، حكينا من خلال التواصل العيون، تواصل القلب، تواصل الفكر، هذا بيؤدي لشركة. نعم. وكمان بنرجع للعهد القديم، الله حكى ليس حسنا أن يبقى الإنسان وحده. نعم. فنخلق له معينا نظيرا. وكانت هناك شركة بين آدم والله، بعدين الله خلق آدم وصارت شركة بين آدم وحواء. عشان هيك إحنا بنسمي شريك الحياة وشريكة الحياة للزوجة وشراكة زوجية. نعم. فهل الإشي اللي بنحكيه بينطبق كمان على الحياة العائلية؟ لما بيكون في تواصل بين الأفراد العائلة بيصير في نوع من الشركة، وهاي اللي بدعو لها السينودوس، إنه يصير في تفاهم حتى كمان بين الكهنة. لما يكون في تواصل بيؤدي لشركة، وأيضا تواصل بين الكهنة والمطران ومع البطرك مع البابا مع كل داخل الكنيسة مع الجماعة المؤمنة ومع الجماعة، نعم. المؤمنة مع المؤمنين، وحتى مع المجتمع مع المسلمين ومع العالم كله، نعم. غير المؤمنين وكل كل إنسان. فهل فكرة السينودس إنه نصير مع بعض ويكون في تفاهم بحاجة كثير، لأنه كمان بحسب إنجيل يوحنا الإصغاء إلى كلمة الله. بنشوف إنه كان يسوع يختلي مع ذاته، وكان يصعد إلى الجبل وكان يصلي ويأخذ خلوة. هلا هاي الخلوة مع الذات مهمة جدا لتقوية الشركة مع الله. كل ما أنا بختلي مع ذاتي وبختلي مع كلمة الله، لأنه عنا الإنجيل هو كلمة حياة، أنا قاعد بلتقي مع شخص حي هو يسوع المسيح. هاللقاء بيني وبين الرب يسوع المسيح
وبين الكلمة اللي بتعطينا حياة، زي ما أبونا تفضل بيوحنا 17:3: الحياة الأبدية هي أن يعرفوك. كل ما أنا بتعمق بمعرفة كلمة الله وكمان بتعمق بمعرفة ذاتي، هذا بيساعدني على أني أعطي الآخرين وأعمل هالشركة والآخر يعطيني. وبنشبه هالإشي بزي كباية، يعني هون بنحط كبايتين أو كاستين، وبالوسط بيكون البريق. إذا الكاسة فرغت من ذاتها وأعطت وأعطت، راح تفضى. إذا الكاسة الثانية أنا كمان فضيت منها، فالكاسة الأولى بتتعبى، نعم فهون بصير تبادل. ففكرة كمان الشركة هي تبادل. لما أنا بفضي من ذاتي وبعطي للآخرين، إذا الآخر ما أعطاني أنا بفضى، وكمان نفس العكس، الآخر إذا فضى من نفسه أعطاني، وهو كمان هالمي، لو في كمان الكوباية كان ورجينا بشكل أوسع، أعطيك منه وكمان البريق، بفضوا اثنين. ولكن الإشي الأكبر البريق، يعني إذا إحنا فضينا الكوبايتين بالبريق، الكوبايتين بدخلوا بالبريق. وهون بنحكي كمان إحنا اثنين، يعني إذا أنا بعطي للآخر والآخر بعطيني وبناخد من الله، ما بيصير في فراغ. حلو الفراغ بيصير لما إحنا يعني كل واحد بعطي للتاني، أو ما بعطي وما بتواصل مع الله. الله بيعبينا زي ما حكينا نعم بيوحنا 16: ومن امتلائه نحن أخذنا، ونعمة فوق نعمة. كل ما تواصلنا مع الله كان قوي، كل ما إحنا بنمتلئ وبنعطي للآخرين. كمان الآخر كل ما كان تواصله مع الله قوي، كمان هو بيمتلئ وبعطينا. فهاي الشركة هي تبادلية. حلو إذا كان فقط إنه الواحد بيعطي بيعطي ولكن ما بياخد، كمان بنشف هو، يعني نعم قد ما كان مليان بنشف. شو اللي إشي اللي بعبي بده يرجع يتواصل وياخد الشحن والقوة والنعمة من الله. ونقطة ثانية كمان، الطاعة. يسوع كان طائعا لله حتى الموت، موت نعم الصليب. كمان نطيع بعض، طبعا نطيع بعض في الحق وفي المحبة. الطاعة في المحبة بتأدي للشركة وبتأدي للتناغم والتفاهم. عشان هيك بيصيروا يحكوا، لما الواحد يصل لمرحلة التناغم، مرات بدون ما أحكي بس بالعيون اطلع فيك بتفهمي شو بدي. وهاي قمة التواصل والمحبة والشركة، انه نعم نصير نفهم لبعض حتى بدون كلام، نحكي بالعيون. بعض الاحيان حتى الكلام ما بنفهمش مع بعض، نتفهمش حتى بالكلام. نعم ولكن هون العمق، واللي اشي اللي السينودس لما دعت له الكنيسة، لانه شافت في تشتت في العالم وفي صراع وفي عدم تفاهم. عشان هيك دائما مراجعة الذات، الرجوع إلى الذات، هو اللي بخلينا نرجع لهدوءنا، لسلامنا، للأصل تبعنا اللي هو الخير والطيبة والمحبة. وعشان هيك كمان السينودوس بذكر بالوثيقة الأساسية بالمجمع الفاتيكاني الثاني، اللي هو كان عبارة عن تجديد للكنيسة وتأوين للكنيسة. وأنا بالكتاب كمان بذكر فصل كامل عن المجمع الفاتيكاني الثاني، نعم لما بموضوع الحقوق والواجبات. بل لما أنا بعرف حقوقي وواجباتي كمان، وبعرف حدودي أنا لوين بدي أروح ولوين لازم أوقف، هاي كمان بالشركة وبالعلاقة بتساعد على إنه المحبة والاحترام. المرات الخشبوشية كثير كويسة، ولكن إذا اتعديت الحدود اللازم أنا أتعداها وسأت للآخر أو جرحته، بتكسر العلاقة. فالعلاقة والشركة المبنية على أساس الاحترام واحترام الحدود، أنا إلي حدود معك مش لازم أتعدى هاي الحدود. وحتى بالعائلة بين الزوج والزوجة والأولاد والأهل، مرات إذا الأهل تعدوا على الأولاد بشكل سيء، بتكسر العلاقة.
وكمان الأولاد إذا تعدوا على الأهل وعدم وكسروا الاحترام كمان بتخرب العلاقة. اللي بيبنيها بده كمان النقطة الثانية الغفران. كمان بنحكي الشركة، اللي بيبني الشركة وبيقوي الشركة الغفران، نعم. لما حكى المسيح اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يدرون. حتى لو إنه تم الإساءة لإلنا نعم. إحنا كمان بنغفر. هالغفران بيعيد الشركة، نعم. الإساءة والغلط بكسر الشركة. نعم، الغفران أو المسامحة، زي ما المسامحة والتصالح كمان، فهذه كلمات يعني المغفرة والمسامحة والمصالحة. معنا اتصال من، أكيد صباحكم نور، لازم تصبح علينا. اشتقنا لكم يا جماعة. الله يسعدك يا ربي، أهلا وسهلا يا أبونا، أبونا بسام صباحك نور. الحبيب، احنا صباحكم نور. شاكرين لإلك صباح، إنك أنت غطيت عن أبونا بسام شحاتيت عشان يكون تبادلنا معنا اليوم بالاستوديو، انك الحقائب، انت تقوم بمهمة خدمة القداس، القداس. تبادلنا الحقائب هذا الصباح. تبادلت الحقائب. الله يقويك يا ابونا يسعد ويكون قلبك معك. يسوع. فهذه روح المحبة، روح المشاركة، روح الشركة، وروح اني صحيح. اكون انا معك وانت تكون معي، اقوم بخدمتك وانت تقوم بخدمتي، اللي هي وصفتها انت بالكاسة، تصب من هون وتحط من هون، بالشواكه انتوا اتنين الحقيقية. ممتلئين من عند نعم ربنا. سيدتي الفاضلة، بحب أنوه لنقطتين أساسيتين في هذا الموضوع. موضوع الشراكة هي تخص، أحدهما تخص اللاهوت الشرقي واللاهوت الغربي. نعم. هلا باللاهوت الغربي العلاقة علاقة أفقية، الكاهن والشعب في شراكة على مستوى واحد، شراكة تتجه نحو السماء. في اللاهوت الشرقي هي العلاقة عمودية، الكاهن في مقدمة المصلين، المصلين في أماكنهم، في علاقة شراكة يصلهم الكاهن. نعم. ما حللتموه على الأرض فهو محلول السماء. هذا السلطان الذي منحه الرب يسوع المسيح نعم. لتلاميذه ومن بعده للآباء والقديسين والكهنة والأساقفة. هذه العلاقة، علاقة الشركة على الصعيدين، يعني كيف نصل إلى مستوى نرضى عنه في علاقتنا وشراكتنا مع الله في حياتنا، كيف بدنا أن نقيم. وفي ذات السياق، محبة السلطة أم سلطة المحبة؟ السلطة هي التي تعطينا السياج الحماية كي نكون في جو شراكي، تبدأ من الشخص مع أهل بيته وعائلته، ثم برعيته، ثم نصلي جميعا نحو علاقة شراكي مع الله من خلال مسيرة. توقف قداسة البابا في إنجيل الأحد الماضي، مش الأحد اللي قبل يومين، اللي قبله، على ثلاثة أفكار رئيسية راح نمشي فيها نحو السينودس بعد سنتين، السينودس الأساقفة اللي راح يصير يلتقوا فيه أساقفة الكاثوليك من حول العالم من كل مكان مع قداسة البابا، يحملون بجعبتهم كل ما حملوا إياهم أساقفتهم المحليين، الكهنة، الشمامسة، المؤمنين أيضا، وكل القضايا اللي راح تكون في شركة مع الفاتيكان من خلالها. توقف قداسة البابا عند ثلاثة مراحل عند الشاب الغني اللي قابل يسوع. أول شيء كان الإصغاء، ثم اللقاء، ثم التمييز. فنحن بحاجة أن نسمع بعضنا البعض. الشراكة بدون إصغاء سري لا تنجح، فاشلة بدون إصغاء، لأنه الطرف الكبير بده يظل هو يعطي توجيهات للبيت، للأولاد، الأب للأولاد، وهم ممنوع يعلقوا، ممنوع يتشاركوا، راح يكون في خطأ كبير. وبالتالي بالكنيسة، بالمجالس المحلية الاستشارية، الأسقف وكهنته، الكهنة مع مجلس الكنيسة، هاي هي شراكة بتأدي إنها جو ومناخ سليم ينقلنا إلى شراكة حقيقية مع الله، مع يسوع المسيح، من خلال الأسرار، من خلال العمل الرعوي، من خلال العمل الإعلامي الكنسي. اليوم له مجال كبير زي حضرتك دكتورة، العمل اللي بتقومي فيه بالنورسات، كل هذا بيجسد هاي شراكتنا مع بعضنا البعض حول العالم. شو عم بصير بكنيسة الأردن؟ كيف يصل صوت كنيسة الأردن إلى العالم؟ تيعرفوا نشاطاتنا، تيعرفوا وعظاتنا، يصل قداديسنا للعالم كلياته. هاي رسالة نورسات اليوم اللي حضرتك رسولة سلام حامليتها وبتنقليها للعالم. في هذا الصباح يعني كثير أنا سعيد جدا إن نعبر مع بعضنا البعض عن هذه الروح المحبة والتسامح، زي ما تفضل أبونا بسام قبل قليل، كنت بسمعه قبل قليل هو بيحكي عن المغفرة، المسامحة اللي بتفتح صفحة جديدة، لأنه إحنا بننسى 10 سنين حلوين بحياتنا مع أشخاص
كانوا علاقتنا طيبة فيهم على موقف بسيط أو على كلمة أو على مشهد بحياتنا. فالعودة إلى الذات هاي هي الفحص الضمير، هاي هي نقطة التوقف، لأنه بعد الإصغاء أنت بدك تعطيه بعد ما سمعته، بدك تعطيه زي اللي بيعترف، بعدين بصير الاسترشاد. حلو. فحص الضمير، الاعتراف، ثم الاسترشاد، فيقول له الكاهن كيف بدك تبطل العادات السيئة، كيف بدك تصير تسمع أكثر، حاول تعمل تأمل، حاول تصلي أكثر، بيعطيه هذا اللي بالنهاية اللي هو ميز إيش مشكلته، تمييز المشكلة، لأنه بالفلسفة بيحكوا نصف حل المشكلة معرفة ماهية المشكلة، بحدد المشكلة شو هي عشان أنا أستطيع أتعاون معه. وفي النهاية مش أنا اللي بغير، الله تعالى بصلواتنا منغير من طباع بعضنا الصعبة، ولكن بداية بطلب الواحد إنه هو يتحمل الآخرين قبل ما إنه هم كمان يتغيروا. حلو. كثير سعيد بهالصباح أنا، وبدي هذا الموضوع طويل، إذا بضل أحكي فيش حدا يشكتني مشكلة. أكيد متشعب كمان هذا الموضوع، لكن حلو الواحد يتطرق إله. فصباحك نور يا أبونا، شكرا لإلك، يعطيك العافية، نهارك مبارك. سلام إليك حضرتك أبونا بسام، تسلم يا رب. بسام الله يحفظك. أهلا. كنا عم نحكي عن موضوع المغفرة نغفر لبعضنا، نسامح بعضنا، نحكي خطاب المحبة مثل ما تفضلت. فتفضل أبونا كمل. أنا في نقطة بعد المغفرة كمان، نقطة مهمة جدا اللي هي التلمذة. نعم. في الوثيقة وأيضا في إنجيل يوحنا بيركز على التلمذة. حلو. يسوع المسيح كان مع تلاميذه مرافق لهم. نعم. وكانوا هم يرافقوه بكل محل، وما كان بالنسبة للتلاميذ كان هو يعطي تعاليم عامة، ولكن بالنسبة للتلاميذ كان في إشي خاص، إنه كان يلتقي فيهم لقاءات خاصة وكانوا يسمعوا له. ومن نعم. ضمن الأشخاص، من ضمن التلاميذ اللي هو يوحنا الحبيب. نعم. يوحنا الحبيب كان قريب جدا إلى الرب يسوع المسيح، وعشان هيك لما كتب الإنجيل كتب بشكل عميق، وكتب بشكل مش تاريخي أكثر، كتب بشكل بلاهوت الرب يسوع المسيح، وهذا اللاهوت هو معرفة الرب يسوع المسيح. من هنا النقطة الرئيسية، إحنا كمان بحياتنا عشان إنه نمشي مع يسوع لازم نتلمذ، حتى الكاهن قد ما بيكون، أي إنسان بعلاقته مع ربنا ما بيقدر يقول أنا خلصت، وبده الواحد بعلاقته مع ربنا إنه يمشي معاه يوم بيوم. وبعطي السينودوس مثل تلميذي عماوس. نعم. والقائد المئة كيرنيليوس، وكيف كان عنده شوق للقاء المسيح، وكيف كانوا التلميذين ماشيين مع المسيح، وبعدين بعد ما مشوا معه وصار في حديث وأخذوا عطا وشوي شوي تعرفوا عليه، بيحكي لنا فتحت أعينهم، صاروا يشوفوا بشكل أفضل. إحنا صح. كمان مرات كثير وبحياتنا الروحية شوي شوي بنشوف وبنتعرف على الله، وكل ما إحنا بنتعمق بكلمته، كل ما بنتعمق باللقاء معه، كل ما حياتنا الروحية بتنمو أكثر. وهالنمو هذا مع الله بيساعدنا كمان على النمو في علاقتنا مع الآخرين. مرات كثير يمكن أنا بعرفك وبعرف في علاقة، ولكن ما بعرف داخلك مزبوط، المعرفة بتضل سطحية، وهاي المعرفة بيكون يعني بتعرف على ناس زيهم. نعم. زي أي أشخاص، يعني أرقام بمروا بحياتنا، ولكن الإشي الجميل لما أنا بدخل بعلاقة شخصية، بعرف عن حياتك، بعرف شو ألمك، بعرف شو فرحك، بعرف شو الأشياء، هاي بتقوي العلاقة لما أنا بكون بنكون قريبين من بعض لدرجة إنه نتعرف على بعض بهذا العمق. وهاي هنا بحكي لنا كمان النقطة المهمة اللي هي الرسالة، بحكي إنه افتحوا أبواب قلوبكم للمسيح، إحنا بنقبل المسيح، وشرعوا أبوابكم للعالم. نعم. لازم إحنا عشان تبلش الشركة لازم أفتح يعني قلبي للكل،
وأذهب، يعني ما أضل جوا الكنيسة. نعم هاي يمكن اليوم إحنا بنحكي عن أول شيء نعترف إحنا إنه بحاجة نعم أكثر لنذهب إلى زيارة الناس، نكون مع الناس. وحتى في ناس بتركز أكثر، الناس اللي منعزلين، الناس اللي معزولين، الناس المجروحين، الناس اللي عندهم صعوبات ومشاكل. مضطهدين نعم احنا واجبنا اليوم، وهاي لازم يعني مسؤولية كبيرة، وبحاجة لأشخاص كمان مش بس كهنة، كمان من الرعية يساعدوا بزيارة هدول الأشخاص وتقويتهم وتشجيعهم. وبيظل الكورونا، إذا بننزل للواقع أكثر، صارت الحاجة أكبر لأنه نكون نكون قريبين من الناس. من الناس. نعم، فهذه الرسالة اللي كمان من خلالها وجهها قداسة البابا لساقف السينودوس على أساس يبحثوها، اللي إن وأنا بعتبرها إنها جزء كتير مهم من هذه الرسالة، إنه قرب اللي بيخدموا ربنا في كنائسه إنهم يكونوا قراب من الناس، لأنه أحيانا بعدهم عن الناس ما بيشعروا 100% وجعهم وألمهم، لأنه بيكونوا في خدمتهم وهن موجودين في الكنيسة. فكتير قداسة البابا ركز على هذا الموضوع، وحتى قال له إذا كمان للكليروس إنه ما كنت قادر تخدم كل هاي الأمة، خد معك ناس تلمزهم وخليهم يساعدوك. يعني فتح المجال أيضا لخدام الرب يكونوا من خارج الإكليروس إنهم يساعدوا هذا الكاهن لخدمة الناس لما ما يقدر. فالانفتاح الإكليروس كمان على اللي بيخدموا ربنا تيساعدوه يطلعوا كلمة ربنا إلى الخارج لبرا. كان الفكر بالأول إنه الإنسان اللي بيجي بيطرق باب الكنيسة، أو الإنسان اللي بيمحتاج بيقول لك تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون وأنا أريحكم، على أساس إنه هن يجوا. الآن صار ما في بالوضع الحالي، نعم بالوضع الحالي اللي منعيشه في الظروف الاقتصادية والبيئية والوبائية والوضع، الناس زي ما تقول انطفت، صارت مكانها مش عم تتحرك. فمن هاي المرحلة لما عم نوصل لمرحلة الجمود، لمرحلة السكون، ما في الحركة، بدنا نرجع نحن ونطلع لعندهم ونحركهم على أساس إنهم يرجعوا ويجوا لعنا. فضروري جدا إنه نبني الثقة، يعني هذا كمان رسالة البابا. يعني أنا قرأت الرسالة حبيت فكرة إنه الثقة، بناء الثقة بين الكنيسة وبين الجماعة المؤمنة، نرجع نحييها. شو بذكرك أبونا لما بنحكي عن السينودس، سينودس الكنيسة الإلهية؟ إحنا مشينا بمسيرة سينودس يعني، وأنا حبيت اليوم أذكر بالسينودس اللي بتذكر السينودس سنة 2000، عم نحكي على 21 سنة وثيقة السينودس والمخطط الرعوي اللي درسناها، وأنت كنت شاب وأنا كنت صبية صغيرة كمان، احنا صبايا وشباب لازلنا يعني، لكن بعد 21 سنة في شباب ما بتعرف عن هذا السينودوس الأبرشي اللي كان عنوانه شاهدونا في المجتمع في الكنيسة، المخطط الرعوي اللي درسنا فيه، كنيسة الله في القدس، السينودوس الأبرشي، المخطط الرعوي، ملامح المؤمن والجماعة المسيحية في بلادنا، عمل رعوي مشترك، الشركة والمشاركة كنا يعني درسناها. يعني رجعنا مؤمنون بالمسيح، مشاركون في الكنيسة وشاهدون في المجتمع. العلاقة يعني عم بتقول على جيل كامل الآن. يعني في بعض الأحيان منقول لماذا ترجع وبتعود الكنيسة لبحث المواضيع اللي احنا أخذناها يعني ودرسناها وبحثنا فيها وعملنا مخطط وطلعنا كتب، لكن عشان نرجع كنيستنا حية، نرجع نحيي هاي المفاهيم للجيل الجديد اللي طالع حسب المفاهيم الجديدة. فرسالة قداسة البابا بتصب بهذا المضمار. لما منقول انه الرسالة، لما بنطلع بنقول رسالة شو الله بده مني، أنا وجدت على هذه الخليقة وعلى هذه الحياة. لازم كل إنسان لما بيرجع للخلوة مثل ما تفضلت أنت يسأل حاله إنه الله خلقني على هذه الأرض شو بده مني، أنا أحمل رسالة. إذا أنا عشت ومتت وانقبرت يعني وأنا مش عارف شو رسالتي، يعني ضيعت حياتي،
شو كان ربنا بده مني. في كتير ناس بتعيش للآخر وبتعرف شو ربنا شو رسالته كانت أو شو ربنا كان بده منه. فكل إنسان عليه يسأل هذا السؤال، شو ربنا بده مني. فبعض بعتقد إنه قداسة الباب عم بيركز على هذا الموضوع كمان، إنه ماذا يريد الله منا كبشر. في نقطة مهمة هي الإصغاء لعلامات الأزمنة، هاي بالوثيقة نعم. وبالكتاب المقدس بالإنجيل مذكورة، نصغي لعلامات الأزمنة. اليوم أنا ربنا شو بده مني، شو رسالتي ككاهن كعلماني كمؤمن كمواطن. كل إنسان هالرسالة، وزي ما حكى كمان التمييز، أميز بحياتي هل أنا ماشي بالطريق الصح، هل هاي دعوتي ورسالتي اللي أنا بدي أمشي فيها. وهاي يمكن مهم جدا من المجمع الفاتيكاني للسينودس الأبرشي اللي صار لا اليوم، بتصور صار في وعي أكثر عند العلمانيين، واليوم كمان بحاجة ليكون وعي أكثر، وكمان العلماني أخذ دوره أكثر بالكنيسة، وحتى الكاهن كمان فكر بدعوته، فكر بهويته، فكر برسالته كرجل دين، وحتى بكل الديانات. اليوم في مراجعة لذاتنا كمسيحيين وأيضا كمواطنين، وحتى كوطن باللجنة الملكية كمان كهدفها مراجعة الدساتير. هلا مش مهم إنه إحنا نصدر وثائق، يعني اليوم الوثائق موجودة والكتب موجودة، مهم إنه نفهم هاي الكتب ونعيشها. فالرسالة اليوم إنه نعيش الكلمات بحياة، وهالشركة بيننا كمسيحيين، نحكي ككنيسة كاثوليكية، وكمان السينودوس بيركز على كل الكنائس وكمان كل الأديان، أنه اليوم الكورونا ورجتنا أنه إحنا بقارب واحد، يعني إلى يعني هالمرض هذا خلى كل الناس من كل الأديان من كل الفئات من كل الطبقات كلياتنا بنفس المشكلة. فنطلب من ربنا في النهاية إنه يعطينا روح القدوس يقودنا للشركة للتواصل والبناء التماسك والتناغم مع بعض إن شاء الله بهذا الصباح. ويوم يكون صباح مبارك للجميع، وإلك دكتورة باسمة، وإنتوا كمان نورسات يعني رسالتكم كبيرة ورسالتكم مهمة، فإنكم توصلوا الكلمة الطيبة الخير كلمة ربنا لجميع العالم. آمين يا رب يا أبونا. وإحنا بنشكرك كثير على تواجدك معنا لهذا الصباح، وإن شاء الله من صديفك كمان يعني كمان وكمان يعني ما تغيب عنا. فشاكرين إليك وشاكرين ما تكلمت به، وإن شاء الله لقدام بنحكي بمواضيع كمان أخرى مهمة للمؤمنين للمزيد من المعرفة والتنوير أيضا. فشكرا لك. شكرا شكرا، صباح مبارك. وانتم اعزائنا ومتابعينا، بتمنى انه بمرافقتكم لنا هذا الصباح انكم تنورتوا في موضوع رساله البابا للسينودوس الابرشي سنه 2023. رسالته جدا مهمه للشعب المسيحي بكل مكوناته. فبنتمنى انه قراءه الرساله موجوده على النت، موجوده في على نورسات كمان، وبنحكي على فقرات نورسات عم بتطلع كل فتره وفتره فقرات على اساس تذكر الناس في هذه الرساله الهامه جدا لتنشيط الحياه في الكنسيه، لتنشيط المفاهيم الكنسيه ومراجعتها من فتره لفتره. ولما بنقول مراجعتها مش يعني انه ما فات كان خطأ أو غلط، لكن العالم متغير، الشباب العائل المؤمن، لأنه هاي الرسالة كمان للشباب الحاضر معانا والمستقبل كمان اللي عم ننظر لإله، فللاستمرارية في مع التطورات ومع التغيرات اللي حصلت في العالم وهي كثيرة. فهذه الرسالة تنشيط لهذه المفاهيم، لإعادة زي ما بقولوا لملمة مواضيع لاهوتية
كان المؤمن يتساءل عنها. برضو كمان إنه الكنيسة مع المؤمن المريض، المؤمن المحتاج، المؤمن البائس، المؤمن المهجر، المؤمن اللي عم يقتل، المؤمن المضطهد، المؤمن المظلوم، عشان بالنهاية العدالة السماوية تتحقق من خلال إيماننا بربنا ومعرفة رسائل ربنا لإلنا. فهذه رسالتنا ورسالة قداسة البابا للشعب المؤمن، ورسالة نورسات كمان أيضا هي رسالة المحبة والسلام والطلاقي. فبحييكم في هذا الصباح ونتمنى البركة للجميع. أبونا تعطينا البركة ونذهب في سلام المسيح. يبارككم الرب الإله ويعطيكم النعمة والبركة، وأن تكون نعمه الكثيرة على الجميع، نعمة الشفاء، نعمة النجاح، نعمة التوفيق، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. آمين. صباحكم نور، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء. أعجوبة ليلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك، عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك. نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، ترنم صلوات ليل ومير، محبة وخير. I'm not afraid.